عليكم ورحمة الله تعالى. رجعنا وياكم حلقة جديدة وفيديو جديد. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وسلامي إلى كافة إخواني والناس اللي تابعنا والناس اللي تخلينا لايك والناس اللي تشترك. نشكركم لدعمكم للقناة، ونشكركم التعليقات الجميلة، ونشكركم لرفع المعنويات. يعني هاي رفع المعنويات هي اللي تخلينا نستمر. نشكركم جزيل الشكر الناس اللي تتصل علينا تليفون وتشكر من عندنا وتدزلنا هدايا. نشكر شكر جزيل الشكر، ونعجز عن الشكر. ونشكركم على حسن يعني الأخلاق اللي الناس اللي صاحبة مبادئ وأخلاق بالتعليقات، نشكر من عندها على أخلاق. والإناء ينضح ما فيه، يعني الإنسان الخوش آدمي للتعليق شيء حلو، إذا إنسان يخلي تعليقه حلو شيء أجمل. وإحنا هاي الشغلات اللي نسويها لأجل الناس اللي تطلب من عندنا وتتابعنا وتحب عن هذه الحيوانات. طبعا موضوعنا اليوم لهذه الحلقة راح نخلي لكم كلب الكنجال التركي، الكنجل التركي. بيها قسم يسمي كنجل، وبيها قسم يسمي كنجال، وبي اكو ثلاث نوعيات. اكو بشدر يسمونه بشدر، هذا البشدر هذا عراقي يعتبر، البابليين كانوا يختنونه. وكل الكنجل التركي اللي هذا عندنا، وكل هوشاري. طبعا الهوشاري يعتبر تضريب، ولكن هن كلهن كلاب جيدات جدا، ويسمونه راعي الاغنام، ويعتبر كلب ضخم. فاحنا راح نجيب كلبة الكنجال، نطلعها من الغاطع مالتها، ونسوي مقارنة ويا الذيب، يعني نشوف ايهما الاقوى، كلب الكنجال لو الذيب. احنا نزلنا مقاطع سابقة وشرحنا بالمقاطع السابقة، اللي مشترك ويانا جديد واللي ما عنده معلومة عن المقاطع السابقة يقدر يدخل ويتأكد شلون وصلتنا هذه كلبة الكنجال. صور عليها خلي يشوفون هذا اسحاق مربي الجراوي كلابي كنجال. اسحاق شو توجه للمتابعين اللي يتابعونك هسه؟ هاي كلب كنجال، وهاي جابها طبعا والله، وديك الجاب دقهم عنهم اللي وراهم. دير وجهك للمتابعين وسلم عليهم. والله حطوا لي لايك واشتراك. ليش يحطوا لك لايك واشتراك يوه؟ سوي لهم مقاطع حتى حلوة، حتى يصعد الفيديو. قول لهم راح اطلع لكم الكلاب واسوي لكم حلقات حلوة تعجب. ايه نطلع كلب كنجال ورا جاوي، اذا وجاوي حل كلب كنجال. هسه انا لا طلعت الكلب الكنجال الكبير، انت تظل واقف هنا لو تشرد. احمد من حطان يوم كلب كنجال لا شدتني عاشي. ايه ما عضت لا شيء، بس وقعت علي. واذا طلعتها هسه انا تظل هنا واقف بمكانك لو تشرد؟ شنو؟ اذا طلعت الكبيره الكلبه الكبيره. اي ادري. تظل واقف هنا لو تشرد؟ اظل واقف. هسه انا راح اطلعها واشوفها. طلع جاوي بالاول جاوي طبعا يدي مشقق وفايف. نرجع وياكم متابعينا الاعزاء. فبعض الناس مختنية هذه الحيوانات مثل كلاب الكنجال، وعتها روابط وعتها جروبات على الفيس، وجتني اتصالات هاتفية على قالوا هذه الكلبة مالتك. أنا ما أعرف بيها، وقلت لكم تقدرون تشوفون شلون جتنا هذه الكلبة بالفيديو السابق اللي
مشترك جديد وما يعرف شلون وصلتني. انا لا جايبها مكسب بيع ولا مكسب شراء، ويحرم بيع الكلاب عكس تربية الذئاب، ويعتبر من النجاسات وينهدى هدايا. فهذا شخص ضابط من اهل الغاسم محمد يورو، تحياتي اليه وسلامي اليه. مستورتين حسب كلامه ب57 ورقة، والفحل مات مالتهن، والنثايا ذني او بقية الجراوين منطيهن. وهذه هداها اللي هدية متابع لي، اشكره على هذه الهدية، نحتز بها، مو شغلة بيع وشراء. بعض الناس قالوا هذه الكلبة نادرة عندك وانطوني اسعار عالية جدا، ما اريد نبالغ بالاسعار ونسولف من نذكر الاسعار. خابرونا، انا ما اعرضها للبيع لان محتاسة لكاثرها، واشوف هذه السلالة الجيدة. مسوين روابط وجروبات، وقالوا نضيفك بهذه الروابط ونسوي عرك بين الكلاب، ونشوف يا الكلب الاقوى والكلب هذه، وطلبوا من عندنا نقارن الكلب الكنقال والذيب. فاحنا بالنسبة لي ما يجوز اخلاقيا ودينيا وعرفيا. سلامي لكم، تحيتي لكم، وهذا الشيء مو عندي، لا تطلبونه من عندي، احتذر منكم احتذار جدا، لانه اذا صارت المعركة بين الكلب والذيب هو شيء اكيد، يعني واحد يغلب وواحد مغلوب، فهذا حرام عليك وعلي شرعا. اريدك تنتجه نفسك وتبطل هذه الشيء وتمتنع عن هذا الشغل، لانه اذا تعارك الكلب وي الذيب راح تصير معركة، والمعركة بين الكلب والذيب مو سهلة. الكلب الكنقال قوي جدا، والذيب ياخذ بالحيلة وشرس جدا، شرس تختلف عنه، يتميز بالمهارة والذكاء. انتمين الروابط هذه، بس اترجاكم رجاء خويا لا تطلبوا مني هيك شغلات، يعني مقارنة الذيب وي الكلب، وهو عارك الكلب، اخذ الكلب وارجيه للنادي ويسجلون اسمه، سجلوها ما اعرف شنو ناسه. راح نطلع لكم مني بلا هذه لا تطلبونها من عندي، فأدي حيوان حتى إذا كان كلب عادي، هم هذا روح مو أنت خالقه، هذا الروح خالقه الله سبحانه وتعالى. فأنت ما تجي تلعب بيها، تجيب لك مثلا كلب صغير وكلب كبير، أو معركة الديوك ومعركة الكلاب، هذا شيء حرام شرعا، شرعيا، أخلاقيا، مبدئيا، عرفيا. هاي تغسل المعدة مالتها من كثر الأكل، إذا كان باستمرار نفس الأكل كله ني. شوف الحيوانات بهذه الطريقة، هذا الحجم مالتها، قيستها، طلبوا من عند الطول مالتها منا ليه جاي متر طول هالناس اللي طلبوا من عندنا، وهاي 80 سنتي. هذا شوفونها، يعني هالساية اعتبرها ابو علها 80، هاي بالفيتانة غسلتها، وهذا تقدر يعني التصوير مرات يظلم الحيوان. شوف هسه انا طويل يعني، وهو شوف الطول مالتها ايش كمان، يعني التصوير يظلم الحيوان. فهذا الطول مالتها متر، استوى هاي 80 من هنا متر فيه 80، والحيوانة تعال شوف يعني ايديها، تعال قرب لي جاي، تعال شوف هاي الايد مالتها، ها شوفها ايد يعني مال الابوه كبيره، شوف اظفرها اكبر حتى من الذيب 10 مرات.
وهاي السن مالتها تشوفونه بعدها صغيره يعني. هاي شوف الغدد مالتها، هذا اللحم شوف، هذا يصير هاي يسمونها اللبوه، هاي الظهر مالتها سرج يعتبر هشمايل سرج، هذه لبوه تصير طويله شلون السلق. والعيون نمريات، هذا يعتبر عيون نمر، هذه العيون النمريات زين، والجمجمه ضخمه. وهذا شكل الحيوان الكنقل الاصلي يعني اللي عرفته من ناس تواصلت وياهم عايشين بتركيا. بعد ما جتني هديه حبيت اتعرف عن هذه الحيوان اللي عندي. شنو تعال دق، هاي يلعب ما لهن علاقه بال، تعال 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 يابا جيبهن، تعال انا كاثر ال... كاثر انا كاثر اجيبهن، وعرك تجيبهن يابا، لا صيحن صيحن انه يدي لعبه، تعال 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 لا ساقنا جيبني بوا خلي جوا، تعال انت عم تصل، تعال هو مالته ما قدرت اسحبها تجمع. جيبني يبا ناجم، تعال هذا قوة الكلب الكنقال، وهذا اللون يعتبر مالتها نادر، كلهن يجن على شكل بناتها على شكل ال ايوة على شكل البنات، اما هذا الشكل نادر. احنا اكو ناس طبعا بالتعليقات تحب تكسر عندنا بالعراق مع احترامات الناس الطيبة، تحب تكسر الحلال، اللي هو جاني حيوانة مثل هذه يكسر بحلال الآخرين حتى يسوي ترويج لنفسه. فهذه الحيوانة اللي تواصلته وعرفته من الناس الأبين اللي موجودة مراسلاتهم، هم ناس محترفين بالكردستان العراق وتواصلت وياهم فحدثونا على هذه السلالة كلش حلوة ونادرة، قال احتفظ بيها حتى بتركيا نفسية تيار نادر، حتى بتركيا اللي بلد المنشئ هذا اللون وهذا الشكل نادر جدا، والعيون والجمجمة. هسه احنا هنا تعال نسوي لكم حلقة مقارنة قرب لجا ناس اللي طلبوا من عندنا فنسويها من ورا السين. لا تطلب من يم ادخل حيوان اسوي لك مقارنة تتونس على اذية الحيوانات تتأذى تتواحل بينها. فدائما ذكور الذئاب ما تتعارك ويا الاناث حتى لو كان كلبه، بس هاي نفية فهسه شوفوا المثل وين الفحل، الفحل دائما الفحل شوفوا ما له علاقة، شوف على على يابة الخوف ما له علاقة عنه. حسبالها عليها يجي بس تدافع لي أمه، حيوان وفي يعني لا درجة.
طبعا الفيديو اللي نزلته كان تعرف فيهن 7 ذئاب كانت بالقطيع، اما هسه خفت اكو ناس من دخل الذيبة بالحلقة اللي فاتت قطيع الذئاب، قالوا لازم تكون تخلي القفص فد يمها يمهن فالشهر اللي تدخلها حتى تكون يعني معاشرتهن من ورا السين. هذه معلومة صحيحة، ولكن بالنسبة لحياة الذئاب الذيب ينتمي إلى قطيع، والقطيع يعني بمجموعات وكل مجموعة يكون عليها مسيطر على قطيع الذئاب. فلازم من تدخل النثية تدخل معركة، حتى لا أخليها أنا يم السيم، يعني أجيب قفص وأخليه هنا مال سيم، أخليه سنة سنتين ما يصير عشرة بينات من ورا السيم، إلا تدخل جوا وتدخل معركة. والبقال القوي يعني إذا شنو القوي اللي يسيطر بالقطيع، النثية المسيطرة هي راح تتقدم بالأكل وتتقدم بالقيادة. زين تقتل أول مرة وتبقى بعد وياها احتياديا. وهذا العيون الناس اللي طلبت من عندنا نسوي لهم مقارنة، هذه المقارنة، المقارنة بين كلب الكنقر والذيب. الذيب يأخذ بالحيلة والمكر، والذيب والكلب يكون وفي. وفاة الكلب معروفة، مو أنا سولت لك عنها، معروفة عالمية. وإذا كان الذيب أوفى من الكلب كان اعتمدوا عليه الدول البقية، هسه دول الأمريكان الدول يعني الأجنبية كلها معتمدة على الكلب المالينو بالمخدرات للسلاح للكشف للمداهمات كلب المالينو. فإذا كان الكلب أوفى الذيب أوفى ويطيع أكثر من الذيب أوفى من الكلب كان استخدمته الدول الأجنبية اللي تعتمد على كلب المالينو في كل المهمات. فالكلب ماكو بوفاته ماكو. تعال هسه هنا عندنا النثية، شوفون بتعارك ويل. تعال طبعا اللي تواصلت عنه وعرفته عن الكلب الكنقال اذا بصير معركة بين النثية والنثية، اما والكلب الكنقال الفحل هو الفحل يتعارك. اما اذا ادخل هسه بنظري الفحل النثية هذه والكلب هذا ما تصير اي معركة، بس اذا دخلتها والنات راح تصير معركة. وين الجراويبه؟ روح جيب. ننهي حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا في حلقة قادمة في أمان الله.